استني استني في بالك واحدة واحدة. ده انت فظيعة فظيعة. ايه الحلاوة دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ هتبقوا سيبين؟ لا يا حتة مارونجي لاسي والاسم شوكولاتة شوكولاتة الناتة كمان ناتة ماسكة في ايديا ليه؟ يا باتا تا 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 ناتة كمان ناتة. عادي عادي اتغذي، انا اللي عايز اتغذى. ايه ده وده وقته؟ ده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. الو صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا. صباح القشطه صباح النور وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا 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 مش انت يا روحي، اطمنيني بس عامله ايه؟ زفت يا بابي زي الزفت، كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد ياذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكوا عايش حياته ما حدش سائل فيا. ايه يا حبيبتي في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان وما حدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو 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 لا يمكن يا حبيبتي. لا نادر لا لا يا وليه اسكت. لا سوري يا حبيبتي. لا نادر لا لا ابدا، انا اثق فيه جدا. لا ده ولد محامي ممتاز. لا لا انا لا يمكن يخوني او يخونك. انا هكلمه ها واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حطي ثقتك فيا وفي نادر. اوكي طيب يا بابي ماشي اللي تشوف. باي. انا البس اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه سندس مال؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج، دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل ماليش نفس. مالكيش نفس؟ ده وانا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيبلك. حاضر. هما العيال نسر وهدان دول اللي قدروكي صح؟ بقولك يا جولي بطلي دلع ونزلي شوفي اكل عيشك، ولا انتك منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم هتقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق علي اني بقوي عظمك يا بنت، هما اول عيلين هيضايقوك هتقعدي لنا في البيت. بقولك ايه، انت نزلتي الشارع والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص. الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. اه يعني زيك كده. نعم يا عمر زيي. اه يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي، ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لون جتته من تراب الشارع. اسره انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سويت عيونك لا، عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. شوفي الحرمة الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست، حاجة كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. احسن تفتكري يعني منك حطيتي عباية سودة على جدتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة؟ وانا ابقى واحدة منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا؟ انا شوية وماشية ومش عايزة خالص ابقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده وانت عاملة زي الرقصة على السلم، لا انت محصلة من تزوات ولا عارفة تبقي بنت بلد. ماشي وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسورة؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه، لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استني شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟
دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش هم. هو نفس الصوبه، تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا ما ارضيش احرم الحاره كلها، ياكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصوا هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو، تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ اه. ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي. اشوف؟ لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا اشوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيش زي وابور الجاي، قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده، انا مش عايزه الزفت ده، هاتي غيره، هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدعوه. لا بقول لك تعالي خلصيني. يلا ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا، ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فرده ظهرك كده وجسمك مرسوم، تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق، نظام ايه؟ شوق ولا تدوق؟ ها؟ ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تبقى واخده شبشبك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده، هتتعلمي خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعملها لوحدي. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا. انت ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك؟ انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه، مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا، انا بروح ارفع حسي بقى ليه بقى ساعه؟ ما تولعي.